لليوم الثاني حزن يخيم على منصات التواصل الاجتماعي بعد فاجعة الناصرية وتفاعل عربي وعالمي مع الحادثة. صالون تجميل في دبي يقدم طلاء أظافر مع شريحة بيانات. مراهق بريطاني يسافر حول العالم في 44 يوم. والمزيد في هذه الحلقة من نيو تريندينج، ابقوا معنا. أهلا بكم. في العراق لا تزال فاجعة مستشفى الحسين في الناصرية تسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي، وغصت الصفحات بصور ومقاطع فيديو كثيرة لأهالي الضحايا. كل الفيديوهات اللي تم تداولها موجعة وتدمي القلب وتعجز الكلمات عن وصفها. ومن هذا الفيديو اللي شاف فقد والدة وثلاثة من أعمامه وعمته وابنة عمته في هذا الحادث الأليم. عمي وعمي وعمي وعمتي وبنت عمتي وابويا ابويا انا بس عن امي يا الهي. الرحمه لجميع الشهداء يا رب. هاشتاج حريق مستشفى الناصريه تصدر في العراق وكثير من الدول العربيه اللي اعلنوا عن حزنهم وتضامنهم مع العراقيين، ومنهم شخصيات عامه ومشاهير كالفنانه اللبنانيه نانسي عجرم اللي كتبت عبر حسابها في تويتر تقول: أتابع بأسى الأخبار في العراق، رحم الله الضحايا لذويهم الصبر وللجرحى الشفاء العاجل. أما الفنان السوري نصيف زيتون فغرد قائلا: كل العزاء والمواساة لأهلنا وأحبابنا في العراق إثر الحادث المفجع حريق مستشفى الناصرية، الرحمة والمغفرة للشهداء الأبرياء، عظم الله أجركم وكان الله في عونكم ولطف الله بحالكم. الإعلامي الرياضي مصطفى الآغا أيضا غرد يقول: قلبي مع العراق والعراقيين الذين يدفعون كل يوم من أرواحهم ثمن أشياء هي من أساسيات حقوقهم كبشر. العراقيون يستحقون أن يكون حال بلدهم بعظمة تاريخهم وإمكانياتهم حالهم حال بعض، يقصد بعض الدول، بعض دولنا العربية اللي تمتلك كل شيء إلا إرادة النمو والتطور والحياة والعيش الكريم للجميع. عالميا أيضا محرك البحث جوجل قام بوضع شارة الحداد على أرواح ضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي. وفي الناصرية وتحديدا قرب فاجعة مستشفى الحسين واللي راح ضحيتها للآن قرابة 100 شهيد، نظم شباب الناصرية وقفة حداد على أرواح الشهداء، أشعلوا الشموع فوق ركام المستشفى المحترق وسط مطالبات بإيقاف نزيف الدم العراقي. الجدير بالذكر أن حريق مستشفى الحسين هو الثاني من نوعه في البلاد خلال 3 أشهر. من الناصرية إلى محافظة النجف، حيث انتشر فيديو لرجل يوجه نداء استغاثة لمعالجة تسرب الأكسجين من أحد الأنابيب في مستشفى الصدر لمنع حدوث فاجعة أخرى كفاجعة مستشفى الحسين. هاي مستشفى الصدر الطوارئ، هاي منها يسرب الأكسجين، يعني على جدا حيحترق المستشفى كله. هاي الوالد كيلة تروح فيها ضحية، يعني المدير وين يعني ما يشوفون هاي تسرب منه. عراقيا أيضا انتشر فيديو لشابة قررت تحويل منزلها لمأوى للقطط والكلاب الضالة بعد أن ألمها المعاناة اللي تتعرض لها هذه الحيوانات في شوارع العراق. زينب العبيدي تعمل مدرسة، بدأت العناية بالحيوانات الضالة منذ 5 سنوات وساعدت أكثر من 50 كلبا وعشرات القطط. تقول زينب أن هوايتها هي تربية القطط والكلاب الضالة والعناية بهم وعرضهم على الطبيب البيطري ومن ثم عرضهم بعد ذلك للتبني. وتقول بأنها من أشد المناصرات لحقوق الحيوان وتتجول بسيارتها في شوارع مدينة العمارة وتوزع أطباق الطعام لقطط وكلاب الشوارع. وأكدت زينب أن هناك تجاهل كبير من الناس للحيوانات الضالة في العراق ويتعاملون معها في كثير من الأحيان بقسوة تصل إلى حد تنظيم حملات لقتلها. وقالت أيضا أنها تعرضت للسخرية والاستهزاء بسبب اهتمامها بالحيوانات في وقت الناس في العراق تموت على أبواب المستشفيات والبعض لا يمتلك ثمن العلاج. بحسب ما قالت: ما اهتميت، بل وتقول أنها سوف تؤسس فريق لإنقاذ الكلاب والقطط.
هذه كانت أبرز المواضيع التي تم تداولها عراقياً، والآن إلى موضوع آخر من دبي، حيث ابتكر صالون تجميل طلاء أظافر يحتوي على شريحة متناهية في الصغر تحمل بيانات التواصل الرقمي الخاصة بزبائنه، ويمكن لزبائن الصالون تحميل ما يرغبون فيه من معلومات على شريحة إلكترونية دقيقة عبر تطبيق متاح على هواتف آيفون والهواتف بنظام أندرويد. بعد ذلك يتم لصق الشريحة على الأظافر من خلال الطلاء، وبإمكان الشريحة تخزين حسابات الشخص على وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات الأساسية الأخرى. وقال صاحبة الصالون نور مكارم أن الفكرة جاءت بعد انتشار فيروس كورونا والحاجة إلى تقليل الاحتكاك المباشر مع الناس، فكانت فكرة وضع الشريحة اللي تحتفظ بمعلومات بطاقة العمل الشخصية على الأظفر. هذه شريحة تم تنفيذها بحجم صغير جدا ليتم تثبيتها على الأظفر بشكل غير بارز، يشبه تثبيت الأكسسوارات على الأظافر في عملية لا تتطلب أكثر من 5 دقائق. أما سعر هذه الشريحة فيصل إلى 100 درهم إماراتي. وإلى مصر، حيث تم تداول مقطع فيديو يوثق لحظة قيام شخص بسرقة صندوق زكاة من إحدى المساجد بمنطقة المحصرة. رواد مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط المتهم، خاصة أن الصندوق هو لتبرعات الأطفال. في مصر أيضا تصدر هاشتاغ سيدة قطار منوف، هذا الهاشتاغ تصدر بعد انتشار فيديو لمواطن مصري تعرض للضرب أمام طفلته على يد الكومسري أو كما نسميه في العراق الجابي. في التفاصيل أن الرجل لم يتمكن من النزول في محطة القطار المدونة على التذكرة الخاصة به، وبعدها جاء الجابي وعنف وضرب على وجهه أمام بنته. حاول بعض الركاب ومن ضمنهم سيدة دفع ثمن التذكرة والغرامة المقررة على راكب في القطار، لكن الجابي رفض أيضا، فقامت السيدة بتصوير الفيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. شاهدوا معي. هذه الواقعة أثارت حملة غضب وتضامن مع الراكب ومطالبات بمحاسبة الجابي. علاء كتب في تويتر يقول: لازم الكمسري ده يتعاقب لأنه ما عندهوش رحمة، منا لله على كسرة الراجل قدام بنته. أما أم محمد فقالت: تحية كبيرة للست الطيبة المحترمة، جزاك الله كل خير. أما الكمسري حسبي الله ونعم الوكيل، والله والله لو أنا كنت واقفة قسما بالله أنا كنت ضربته بنفس القلم. سامر سعيد أيضا كتب في تغريدته: ست بمئة رجل، الستات هي اللي بتتكلم في المواقف دي، فين الرجالة؟ طبعا وفي بادرة إنسانية من الممثل هاني رمزي لرفع معنويات الأب وأسرته، قام بدعوتهم لحضور مسرحية أبو العربي في عيد الأضحى. وكتب هاني رمزي على حسابه في تويتر يقول: عايز أوصل للراجل اللي انضرب من الكمسري أمام بنته الطفلة لكي أدعوه هو وبنته وأسرته لحضور مسرحية أبو العربي في العيد. هيئة السكك الحديد في مصر، وبعد حملة الغضب عبر السوشيال ميديا، أصدرت بيان قالت فيه أنه تم إيقاف كمسري القطار عن العمل وتحويله للتحقيق الفوري، وأن المخطئ سينال عقوبة مشددة. شاهدنا المزيد من أخبار السوشيال ميديا بعد الفاصل. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد في يوترندينج. نكمل حلقتنا مع أبرز المواضيع والفيديوهات اللي تم تداولها عالميا، ونبدأ مع فيديو حقق ملايين المشاهدات على تويتر خلال ساعات قليلة، وهو فيديو للشاب يدعى كيفن قام باستخدام برنامج أفتر إفكت وعمل فيديو له وهو يتحول لأشياء أخرى. الفيديو نشره عبر حسابه في تويتر وعلق يقول: مجموعة مني تتحول إلى أشياء عشوائية. شاهدوا معي. إلى بريطانيا، حيث انتشر فيديو لناشطين من منظمة السلام الأخضر يقومون بإلقاء 600 كيلو من النفايات البلاستيكية أمام مكتب رئيس الوزراء جونسون لحثه على التوقف عن إرسال النفايات لبلدان أخرى، حيث تتخلص بريطانيا من معظم النفايات البلاستيكية بحرقها في بلدان أخرى لمعرفتهم بضررها على صحة السكان. إلى جنوب أفريقيا، حيث تستمر أعمال الشغب والسرقات والحرائق اللي افتعلها مناصري الرئيس السابق اللي تم سجنه، وانتشر مقطع فيديو لامرأة تقوم برمي طفلها من أعلى لتحميه من النيران التي تلتهم المبنى. مقطع فيديو متداول على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو من أحد فروع محلات فيكتوريا سيكريت لامرأة انتابتها نوبة من البكاء لأن امرأة أخرى بدأت بتصويرها. المرأة اللي تصور اتضح أنها مسلمة وقالت أنها تعرضت للضرب فبدأت بالتصوير لحفظ حقوقها، وبعد وقت قصير أتت الشرطة وحالتهم جميعا للتحقيق. Oh my God! Do you see this? Oh my God! I never thought nothing like this would happen to me. She just tried to run and hit me, and now she. Did you see her? You saw her, right? They all saw her. Oh my God! Karen had a breakdown. She tried to hit me. This is crazy. I'm sorry. I don't think of that. ومن هذا الفيديو إلى موضوع آخر، تمكن مراهق بريطاني من أن يصبح أصغر طيار وأصغر شخص يطير حول العالم بمفرده خلال 44 يوم، فقد سجل ترافيس لودلو البالغ من العمر 18 عام و 149 يوم سجل رقما قياسيا جديدا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية برحلته الفردية اللي تبلغ 25 ألف ميل واللي استغرقت 44 يوم لإكمالها. حتى
احتاجت هذه الرحلة الاستكشافية الشاقة أن يقضي هذا المراهق ما يصل إلى 8 ساعات كل يوم في قيادة طائرته ذات المحرك الواحد، وفي بعض الأحيان كان يسافر لمسافة تصل إلى 1000 ميل في يوم واحد دون توقف. وتغلب ترايف بهذا الإنجاز على حامل الرقم القياسي السابق ماسون أندروز من الولايات المتحدة الأمريكية، واللي كان يبلغ من العمر 18 عام و 163 يوم. وشملت الرحلة اللي انتهت في هولندا 13 دولة حول العالم، وهي هولندا، بولندا، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أيسلندا، المملكة المتحدة، إيرلندا، إسبانيا، المغرب، فرنسا وبلجيكا. مشاهدينا، هذا كل ما لدينا من أخبار السوشيال ميديا. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.